I started كان 2012 اخر 2012 بس يوسف كلمني على تويتر قال لي تيجي تكتب معانا قلت له يلا بيزيكلي شقطني من على تويتر يعني انا مش مؤمن ان انا مثلا ممثل انا مؤمن ان انا انسان هلاس انا بالنسبه لي اكبر مثال للهلس في مصر سمير غانم واقف على كوبري اكتوبر 3 ساعات مروح البيت بتفتح التلفزيون وعايز حد يضحكك اضحكوا ازاي ده كوميدي عندنا في مصر اسلوب حياه بتهرش كل الناس بتهرش فاللي هو يعني ايه انت بس بتهرش احسن منه او بتهرش على التلفزيون لا هي قاعد بين اراوند 91-92 انا كنت في الكويت وكان في امريكان تروبس فساعتها باتمان انيميتد سيريز ستارتد ايرين في نص 91 بدا باتمان انيميتد سيريز فده كانت بدايتي مع باتمان كان ثلاثه سوبر هيروز بالنسبه لي باتمان جرين لانترن سوبرمان ان انا بحب موفيز ففي ستار وورز اي حاجه بص اي حاجه فيها سيف او فيها كيبس انا شغال Batman is a human. He's not an alien. Superman is basically a god. Because I believe one day I can become Batman, but I can never be Superman. Batman عامل فايل كده ان هو لكل واحد من Justice League ان هو ازاي he can defeat anyone of the Justice League. لا هتحتاج حد عامل زي Wolverine اللي هو he has healing ability. Batman supposed to be dead. He's not dead. He's sent back in time. فهو بيبدأ ان هو he's leaping through time ان هو بيبدأ من cavemen لحد ما بيوصل لعصره modern age god. ثانية واحدة. The return of Bruce Wayne. اهي. تمام. Lost in time. Batman في الاول اهو. وبعدين Batman Amish. وبعدين Batman Pirate. وبعدين Batman caveman. بالنسبه لي في مارفل يعني I'm not a big fan of Marvel يعني بس I'm a big fan of comics اكتر كاركتر بحبها في مارفل I love Hulk سبايدر مان وايرون مان وولفرين طبعا احنا ليه ما عندناش احنا ما عندناش ساي فاي اصلا احنا ما عندناش اي نوع من انواع الفانتزي او الخيال المحاولات الحاجات اللي حصلت يعني راحت في الشلحات ما عندناش الحته دي في مصر هيرو اور فيلن فيزيكلي عارف ابقى ذا بلوب اكس مان اعظم فيلن في تاريخ الجوكر والله هو انا كنت كان في كاركتر كنت عملتها مره اسمها عفريت الليل يعني هو راجل بيحارب الجريمه هو قوته خارقه وعنده قوه خارقه واحده بس مود عالي في اخر كانت في اخر الستوري لاين ان هو بيطلع فيلن تاني مكتوب له عمر جديد ما بيموتش اللي انا بلانينج تو دو نيكست ان انا اتور ستارت اوفر هيم سيلف اكتر ورك شوبس وكده هيبقى بره مش هيبقى في مصر تقريبا هوبفلي ده اللي هيحصل